وزراء حزب الله وحركة أمل اعترضوا على هذه الخطة إلا أنه مررت الخطة وأقرت. ماذا نفع الاعتراض؟ ممتاز، أقرت الخطة بالحكومة اللبنانية، ولكن العبرة الإقرار بالمجلس النيابي. اليوم لازم نكون نحن واضحين قدام جميع المشاهدين، سواء كان كابيتال كنترول ولا الموازنة ولا خطة التعافي، لا يمكن أن تمر وتصبح فاعلة قبل تشريعها بالمجلس النيابي. هلا بحكم قراءتنا للمجلس النيابي الجديد والتركيبة الجديدة، بس لاعطيني وقت لفصل ببساطة. اليوم أوكي، وزراء الثنائي الشيء وثنائي الشيء بشكل عام دائما عم يرفض وقال نحن ما ممكن نصوت على هذه الخطة بنقاط الأساسية. تيار الوطن الحر وبعض القوى الأخرى أيضا كمان صرحوا نفس التصريح. القوى الثورية اللي هي نشحت وانعادهم مش قليل بين مجتمع مدني وبين ثورة، هني من أساس حملتهم الانتخابية نحن ضد المصارف وضد ظلم المودعين ومع حماية أموال المودعين وضد الحكومة بإجراءاتها. طب هذا اليوم امتحان حقيقي، هذه الخطة إذا سألت كل خبراء الاقتصاد المحليين والخارجيين بتلف وبتدور وبترجع تؤدي إلى مجزرة بحق المودع. شو بده يكون موقفه أولى النواب من هذه البنود الموجودة بهذه الخطة؟ هلا إذا بدور الخطة وأمور العامة العريضة اللي خاصة بالموازنة أو خاصة بمالية الدولة وخاصة قصة هي جيدة، هي كلام محطوط مثل ما نحط أي كلام بأي خطة معينة، ولكن العبرة هونيك بالتنفيذ. وإن كنت أنا أتفق معهم على بعض البنود اللي لها علاقة بالإصلاحات، هيكلية القطاع العام، هيكلية المؤسسات، كيفية تفعيل الاقتصاد الإنتاجي بالبلد، كيفية تفعيل منشآت الدولة وإدارات الدولة وقطاعات الدولة، هذا أمر جيد. ولكن قبل ما نروح لهودي في كومبلي، أول شيء في المودعين. اليوم في انت عندك اليوم 100 مليار دولار لمواطنين معظمهم لبنانيين وفي بعضهم من الدول العربيه والخارجيه، هودي اصحاب حقوق، هودي جماعه صار لهم 3 سنين عم يدفعوا اثمان باهظه، كل الازمه وقعت على كتافهم، هن دفعوا هرقات وصل لل 70% واحيانا ل 85% بالشكل البنكير، هن كانوا عم ياخذوا على 3900 وعلى 8000 دولار برا 24000 وهلا 32000 واكثر، هن اللي دفعوا كل الازمه الاقتصاديه من خلال الاستنسابيه بالتعاطي معهم، في مودعين استفادوا وهربوا اموالهم لبرا وحولوها، في مودعين لا. فبالتالي هود الاشخاص حنلف وندور نرجع، في مجموعه كبيره اليوم تعب بالملايين عم تدفع ثمن هيدا الازمه، وحده ثمن الازمه الماليه. اذا توافق القوى اليوم موجوده بالمجلس النيابي على هيدي الخطه مثل ما هي، فبالتالي كل الشعارات اللي كانت عم تحكيها قبل الانتخابات هي كاذبه. يعني سمعنا حزب الله عم بيقول نحن عدينا مشروع قانون من اجل حمايه حقوق المودعين، حركه امل عدت مشروع قانون لحمايه حقوق المودعين، تيار الوطن الحر، قوات اللبنانيه حتى ما استثني حدا، كله لازم يبينوا بمجلس النواب طبعا، والقوى الثوريه نحن اليوم قدام تحدي حقيقي لحمايه حقوق المودعين. يعني اليوم الجميع امام امتحان، اما الموافقه على هذه الخطه التي اقرتها حكومه الرئيس نجيب ميقاتي واما رفض هذه الخطه. طيب بحال ذهبوا لاقرار هذه الخطه، هل يجب ان يسبق هذه الخطه تشريعات في مجلس النواب؟ طبعا اليوم انت بنود الخطه اصلا للاصلاحات هي بحاجه، معظمها بحاجه لتشريعات خاصه، خاصه بموضوع لما نقول نحن ما نغير موضوع كتريه التعاطي، نحن كنا اقتصاد ريعي، كان اقتصاد قوى السوق متحكمه فيه، انت بحاجه لتشريعات تفعل دور الدوله اكثر، تمنع الاحتكار اكثر، توسع عمليه قدره الاستثمار والتثمير اكثر، توسيع قاعده المنافسه بالبلد اكثر، هذا بحاجه لتشريعات. ولكن انا لا اظن ولا اتوقع انه حتمرق هيدي الخطه مثل بهيدي البنود الموجوده وفقا للمعلومات اللي عندي، يعني هيدي الخطه ما رح تمرق مثل ما هي. المعلومات اللي عندك شو بتقول؟ اولا موضوع المودعين بده يتغير فيها البند، بده يكون في بديل عن لما تقول الدوله شطب اموال المصارف اللي هي مستحقه للمصرف المركزي، بتقول الدوله شو البديل لضمان حقوق هؤلاء المودعين، واذا ما كان في بديل ما حيتصوت على هيدي الخطه بكل شفافيه، لانها بالنهايه بتاخذنا لازمه اعمق وبتاخذنا لمجزره حقيقيه وبتاخذنا انتبه اليوم انت اليوم اصلا لبنان صار على حدود المجاعة بعد شوي حتى نكون واضحين. اليوم دولار 32500، سعر تنكة البنزين قرب من 600000، طحين عم تنباع عرضة الخبز بالسوق السوداء ب 32 و32 و35000. رح نحكي عن تفاصيل هيدي الأزمة الكبيرة. انت برأيك هيدي الأزمة الكبيرة تستدعي ان نقر خطة كمان بعد مرة ضد المودع اللبناني اللي بعده ناطر الامل الوحيد؟ ولكن اليوم الرئيس نجيب ميقاتي يقول ان اقرار هذه الخطه هو المنفذ الوحيد لانقاذ لبنان اقتصاديا ولتطبيق يعني للاتفاق او للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد. اليوم شو البديل اذا لم نمشي بهذه الخطه التي اقرتها حكومه ميقاتي يوم الجمعه؟ اولا هذه منه صحيح انه هي الخطه الوحيده اللي ممكن تنشل لبنان من ازمته الاقتصاديه. وثانيا اصلا صندوق النقد الدولي وكل القرض اللي عم يحكي عنه هو لا يكفي لبنان ابدا من اجل اعاده التثمير الاقتصادي، يعني 3 مليار دولار على 4 سنين
نحن صرفنا على سعرها 2 مليار بأربع شهور. فبنرجع بس عندي السؤال للناس يكون هيك واضحة شوية الفكرة عندها، 3 مليارات على أربع سنين كل سنة 3 مليار ولا 3 مليارات مقسمين، وبالتالي الرقم زهيد يعني 750 مليون دولار بالسنة وفقا لما حطوا. قالوا ممكن نعمل بعدين نفتح اعتمادات أخرى ومساعدات أخرى، ولكن المبلغ هو كله 3 مليار دولار. يعني عفوا يروح الدعم 11 مليار وروح بسعرف 2 مليار هو 13 مليار. كنا عملنا إذا ما نعمل اقتصاد وحطناهم بهذه الخطة وعملنا انتعاش اقتصادي حقيقي وما كناش بحاجة لصندوق النقد. مخطئ تماما من يعتقد أن البديل الوحيد للبنان هو صندوق النقد الدولي، هذا أمر منه صحيح. طب شو البديل؟ أنا حبند وكمان بدي بالتفصيل واحدة واحدة. أولا اليوم الدولة اللبنانية تمتلك عقارات هي تعتبر مشاعات الدولة اليوم، موضوع اليد عليها من العديد من القوى السياسية أو من بعض الجمهور. يعني أنت مع بيع أصول الدولة؟ مش مع بيع، خليني أكمل. تفضل. طيب أولا اليوم هودي مغدينا أجار ل 99 سنة عم يدفعوا مبالغ زهيدة جدا لخزينة الدولة اللبنانية. قيمة هذه العقارات تتراوح بين 25 مليار ل 30 مليار دولار تقريبا قيمتها، يعني لازم يكون العائد الاستثماري اللي لها لا يقل عن مليار دولار أو 2 مليار دولار سنويا. هلا إذا بتحسب أنت العائد الاستثماري اللي لها ما بيطلع 50 ل 60 مليون دولار كلها إذا التزموا أصلا بالدفع، إذا كانوا عم يدفعوا بشكل حقيقي. يعني أولا بده يصير في تشريع بمجلس النيابي لمعاولة تعديل نسب الدفعات السنوية لخزينة الدولة اللبنانية لصالح خزينة الدولة اللبنانية. بيكون في تقييم لهذا العقار إذا عم يشتغل ولا مش عم يشتغل، قد إيه عم ينتج هذا الأوتيل مثلا اللي معمر على هيدي الأرض الأملاك البحرية، هيدا كل شيء موجود بقلبهم لازم يكون في له نسبة متناسبة محددة لرفع خزينة الدولة. يعني المبلغ المتوقع بيكون بين 1.5 مليار دولار ل 2 مليار دولار وفقا لدراسات أولية، يمكن لو عمقنا أكثر يكون المبلغ أكثر. اثنين، حتى الدولة اللبنانية اليوم في عدد كبير من المواطنين اللبنانيين اليوم يعني بظروف الحرب الأهلية وغيرها معمرين على أراضي مشاع وأرضهم ملك الدولة، هودي صاروا أمر واقع، يعني لا الدولة قادرة تقيمهم ولا هن قادرين يتملكوا. بنحاول نعمل تسوية حقيقية نحن وياهم وندفعهم مبلغ محدد مقسط مثلا على خمس سنوات بيكون مبلغ مقبول ومنطقي بالنسبة لسعر العقار اللي هن ماخذينه، وهذا كمان بدخل لخزينة الدولة مبلغ، لأنه هذا صاروا أمر واقع. يعني هن اللبنانيين موجودين بمناطق بكل المناطق اللبنانية حتى تكون واضح، يعني خاصة بعد الحروب الأهلية والحرب مع دول الصعيد وغيرها صاروا موجودين. إذا نحن رحنا وحاولنا نعمل قانون محدد لحتى ما هي رايحين الأراضي، خلينا نعمل لا فيها دولة تطلعهم تقعدهم بلا بيوت ولا نادرين يتملكوا، نعمل آلية حل وسط نحن وياهم. كمان إذا عملنا مبالغ محددة حسب طبعا مش أنا بحددها، تنظيم المدن بحددها، المختصين الهندسيين بحددوها، كمان بيجيكي مبلغ لا يقل عن 2 مليار دولار. هو 2 لحالهم لهلأ هن أكثر من صندوق النقد الدولي. 3 اللي هو الأساس كل شيء، في شيء اليوم اسمه لبنان يمتلك ثروة نفطية وغازية. هون لو سمحتي لي بس لفسرها بالتفصيل قديش هي حجم ثروة لبنان الهائلة الموجودة اليوم بالبحر المتوسط، وهذا اليوم هو مدخل أساسي للحل.